طبعاً إحنا عم نركز على موضوع كلمة الله في حياتنا. هلا روح الله موجودة فينا، طبعاً خلقنا على صورته المثالية، أخذنا روح الله بالعماد، أخذنا روح الله بالتثبيت، أخذنا روح الله بحياتنا الموجودة بالأسرار الكنسية. لكن كيف أوصل إلى الروح اللي أخذوها التلاميذ بوقت العنصر؟ هنا بكلمة من الله. لما بصير أسمع صوت الله بحياتي، بصير أسمع كلامه وأعمل بكلامه وأتحمل هذه المسؤولية، مثل ما الرسل سمعوا كلام الله وتحملوا هذه المسؤولية، فروح الله ترفرف في حياتنا لكن تعمل بكلمة من الله. وأين نجد الكلمة؟ في الكتاب المقدس. علينا في الكتاب المقدس أبونا. أنا بعتبر أن كل إنسان كل يوم إذا ما قرأ آية من الكتاب المقدس ما يحسبه من حياته، لأنه فعلا يعني كلام الله بحياتك هو هذا عمل الروح القدس. لما تقول لك أنا مش شارب عمل الروح القدس، طب ما أنت ما عم تقرأ الكتاب، أنت ما عم بتتبع آياته. روح الله موجود في الكتاب بكلمة منه، راح ربنا بكلمة منه قال ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وقال الله ليكن جلد. قال الله، نحن روح الله كانت ترفرف على المياه وما صار ولا إشي خلال هاي ولا لو مليون سنة إلا بكلمة من الله. أكيد روح الله موجودة فينا، لكن لازم نسمع كلمة الله.